نرجو بيان معنى قوله تعالى كان يأكلان الطعام. نعم، هذا في المسيح عيسى بن مريم وأمه مريم، لأن النصارى اتخذوهما إلهين مع الله، فالله رد عليهما بقوله كان يأكلان الطعام. المسيح يأكل الطعام لأنه بشر، وأمه كذلك تأكل الطعام، والرب لا يأكل الطعام سبحانه وتعالى، والإله لا يأكل الطعام لأنه غني سبحانه، غني عن عباده. الذي يأكل الطعام هذا معناه أنه فقير وأنه محتاج، ألا يصلح للربوبية. هذا برهان في رد دعوى أن المسيح ابن الله،